اللي قبلنا بدأوا يلبسون البراقع ويبون القماش من الهند. هذا القماش يجي من الهند، كل القماش هذا يجي اللون الأحمر النيلي، هذا اللون النيلي، وهذا اللون الأصفر اللي يسمونه كشف المحطة، هذا كله يجي من الهند. أول ما تبدين تخيطينه، شفتي تقصين حجم القياس اللي أنت تبغينه، لا بغيتي البرقع عود أو صغير، تقصين الحجم وتخيطينه من هني، وثانيا تثنينه هالشكل وتقصينه، وبعدين تسوين الحجم العين اللي أنت تبغينه، بعدين يتثبت، يتثبت من هني ويتثبت من هني، يتثبت من هني، يصير على العين حلو. والبرقع يعني سووه ستر للوي، الحين سووه لا صغير زينة كأزينة يعني، ولا كان أول مهاتنا لا ك يعني حجاب ستر يسوونه للبنت الصغيرة والحرمة العودة.